بها البوليسيسكي. كانت طائرات حربية من نوع سو تطير منخفضة وتتقلب كأنها تلعب، والمثير في الأمر أنها تدور الدائرة الأولى، ثم في الدورة الثانية تلقي اثنين من القنابل. وجدنا مقابر جماعية 450 مقبرة بأرقام فقط. كنا في انتظار الأوكران، أتدرون أنهم قدموا من هذا الاتجاه، من اتجاه الدونباس. سلافا أوكرانيين. مدينة آزيوم الأوكرانية والقرى المجاورة لها كانت من أوائل المدن التي احتلها الروس في إقليم خاركيف بداية مارس الماضي. فكيف كانت اللحظات الأولى لإدراك أهالي المدينة أنهم باتوا تحت الاحتلال؟ بل إن هذا الاحتلال سيكون الأطول بين المدن الأوكرانية ليستمر على مدار 6 أشهر كاملة. مجلس مدينة أزيوم لا يحكم أزيوم فقط، فهناك من حولها قرى كانت محتلة على مدار 6 شهور، وفي أثناء هذه الفترة تعقبت قوات المحتل كل النشطاء الأوكرانيين وكل من أظهر حبه وموقفه لأوكرانيا. نعم سكزالي. ماذا أقول لكم؟ أسوأ ما كان عندما كانت تهدر الطائرات صفير وطيران على مستوى منخفض، كانت قمة الرعب. وككل مدينة دخلناها اقترنت سيرة الاحتلال الروسي بأخبار جرائم الحرب، ولكن هناك نوع جديد من الجرائم اخترعه المقاتلون الروس، فقد سلبوا ضحاياهم من أهالي أزيوم أسماءهم وحولوهم إلى مجرد رقم مكتوب على شاهد قبر بغير هوية بعد أن قتلوهم في الشوارع دون أي جريرة. لم يتواجد مصابون، هناك ماتت عائلات كاملة تم انتشال جثثهم. وجدنا مقابر جماعية ليس عليها سوى أرقام فقط على شارع شيكسبير بمقابر المدينة. وجدنا 450 مقبرة بأرقام فقط. الآن يتم التعرف على الجثث والبحث عن الأقارب، لذا فليس لدينا الآن العدد الفعلي للقتلى بصورة مكتملة. القنابل العنقودية كانت تتطاير، وبعض معارفنا قتلوا بعدم مبالاة، يتطاير منها رشاش صغير عندما تنفجر فوق الرؤوس. فالصواريخ تحدث صفير، ولديك 3 أو 4 ثواني للاختباء، أما العنقودية فتقف على الرأس وتنظر في كل الاتجاهات. علمنا بموقع غرف التعذيب من السكان المحليين من أهل المدينة والذين كانوا متواجدين هناك، وهذا عمل القائمين على الأمن بالإضافة إلى معلومات من المخابرات. في البداية تم الدفن حيثما وجد في فناء الدار أو في الساحات الرياضية حتى لا تلتهمهم الكلاب. كانت الجثث منتشرة في الحدائق والشوارع وتحت الأنقاض، والمحتل لا يعرف السكان، لذا جمع الجثث ودفنها تحت أرقام فقط، بالإضافة لوجود مقبرة جماعية هناك أيضا تضم جنود من القوات المسلحة الأوكرانية. أعتقد أن كان بإمكانهم أن يعرفوهم، لكن فعلوا ذلك حتى لا تتضح معلومات عنهم ولا يمكن التعرف عليهم. مدينة أزيوم لم تحتل دفعة واحدة، بل جزء من المدينة من ناحية دونسك من الشمال. كوميديا سوداء، تلك التي قابلناها في روايات أهالي المدن التي احتلها الروس، حيث كان المقاتلون يسرقون كل ما تطاله أيديهم من سجاد وثلاجات وغسالات. نحب وسلب لا ينم إلا عن أخلاق مرتزقة لا مجندين في جيش نظامي. The
كان المقاتلون مع روسيا يسرقون. كنا نصعد التلة حتى نلتقط التغطية للاتصال، وكذلك في نفس المكان كان الجنود الروس. فلكم أن تتخيلوا، يتحدث أحدهم بالهاتف عبر مكبر الصوت، يقول هنا الطرق والناس يعيشون جيداً. فتقول له امرأة على الطرف الآخر: خذ كل ما تجده، إنها حقاً حماقة. كل شيء مدمر ومسروق ومنهوب، وجعلوا المدينة كومة من الخراب. كان تحرير أزيوم علامة فارقة في الحرب، فأزيوم التابعة لخاركيف والقريبة من دونباس، حيث تمركز القوات الروسية وإمداداتها ما هو إلا انتصار في معركة كبيرة رفعت كثيرا من معنويات الشعب الأوكراني وليس الجيش فقط. كنا في انتظار الأوكران. أتدرون أنهم قدموا من هذا الاتجاه، من اتجاه الدونباس، حوالي 8:30 مساء. كان هنالك هدوء غير معتاد، وهدرت الأصوات بتحيا أوكرانيا، فتملكتني الغصة وخنقتني الدموع. أتدرون هدوء وصدى تحيا أوكرانيا؟ أعتقد نصف يوم لم نسمع أصوات إطلاق النار، وأصبنا بالدهشة والقلق. زوجتي بكت وضحكت معا. سلافا أوكرانيا. كان تحرير أزيوم عملية رائعة ومحكمة من القوات المسلحة الأوكرانية، لأن المدينة دمرت تماما في شهر مارس عندما تم احتلالها، والتدمير كان شاملا، وكثير من المواطنين قتلوا ودمر الكثير من المباني والمساكن. عندما قررت القوات المسلحة الأوكرانية تحريرها، أنا لست عسكريا، ولكن أعلم أنه إذا تم اكتساح المدينة لكانت تدمرت بالكامل. لذا فقد حصرتها قواتنا من كل الجوانب، وضغطوا على المحتل حتى يخرج بدون استعمال الأسلحة الثقيلة. لا، لم أكن أتوقع أن ينسحب الروس بهذه السهولة، وكانت مفاجأة في تلك الليلة. الروس كانوا قد قرروا حظر تجول ليومين حتى لا يتحرك الناس. ليلا شعرنا بحركة غير طبيعية ونحن في منازلنا، سيارات تتحرك وبسرعة شديدة أخلوا المكان. يقال أنهم تركوا طبيخهم ساخنا، تركوا كل شيء، وصار هنالك صمت مريب. كانت هنالك أصوات بعض الانفجارات البعيدة. المثير في الأمر، أول ما فعلناه أن ذهبنا إلى الجسر، لأننا كنا نستخرج الماء من منبع بالقرب من الجسر. وجدنا آليات حربية روسية مطروقة. ومن هنا ندرك أن الحروب الكبيرة لا تحسمها إمكانيات الجيوش بقدر ما تؤثر بها معنويات الشعوب وإيمانهم بحقهم في استرجاع أوطانهم.